الطبي والشبه الطبي، ما همش قاعدين يوثقوا ويصوروا. لو كانوا زاد هما جاوا يصوروا في الشارج اللي عليهم زاد تو نحكيو من جانب اخر ومن بمنطق اخر، راهو زاد ماهوش من المعقول. زاد اليوم انا راهو مش اخر همنا مش نحكيو على المواطن، المواطن ماذا بينا؟ انا واحد من الناس كيمشي للسبيطار ما نحبش نسلم. المستشفى هذا موجود فيه تجهيزات محمد؟ شوف اول حاجه المونك تاع التجهيزات، ظروف العمل الصعيبه، سيكوندو النقص تاع الاطارات الطبيه والشبه الطبيه، راهو اليوم بقى لك شيء في البلاد. هذه منظومتك، شفت التصويره هذه؟ انا ما نشوفش مواطنين يستناو في الطبيب، انا نقول هذا هذه المنظومه، هذا السيستم اللي عايشه فيه الدولة. خلينا ما نقولوش 10 سنوات، نقولوا مدة ممكن ربما حتى 20 سنة. علاش؟ احنا قلنا كلمة وما طبقناهاش، احنا مشينا في ثنية اللامركزية وبعتالي رجعنا فيها ما طبقناهاش سور تيران. اللامركزية طبقناها في البلديات وفي انتخابات وفي التصويت وغيره، وقت نجيو نترجموها إلى مشاريع وإدارات ولامركزية ما ننجحوش فيها. صحيح. أنا اليوم الساعة السبيطارات بقات كان على بين قوسين حكر على الولايات الكبرى حتى من حيث التجهيزات. هو مش وهذا اليوم لا هو جهوي، لكن زاد حاجة أخرى هذا ألحق الضرر بالمستشفيات هذه في حد ذاتها. صحيح. اليوم نحكيو سهلول وحاشيت من اكبر السبيطارات اللي عندك في تونس ومن اكثر السبيطارات اللي عليها شارج تقريبا. اليوم يشاركوا فيها تقريبا 6 ولا 7 ولايات. الطبيب اللي يعدي يبعث لسهلول يبعث لحشيد، علاش؟ ما عندوش شواء اخر، هو لازم يبعث لك البلاصه هذيك باعتبار تجهيزات وحدات موجوده غاديك. لا هذا الشيء يزيد، هذا يزيد الشارج. صحيح. على الطبيب راهو زاد غير معقول الطبيب يدز يحل باب بيرويه يلقى 40 و50 مريض حتى في المستشفى المحلي راهو يلقى 40 و50 مريض. احنا نقولوها نحكيو بالدارجة، احنا كي نمشيو للطبيب الحاكم تعرضك الاسكريبسيون الورقه تاع الاسكريبسيون يكتبها لك مثنيه مازلت ما قعدتش على الكرسي ربما ما قبل حتى ما يسالك شنو عندك. لكن عندنا الامكان هاو علاش؟ لا نفسر لك علاش. الطبيب راهو كي يخدم سير شارج كل يوم 40 و50 باسيون راهو طبيعي جدا بلغتنا احنا مش يفلتي، ما هو الا بشر باش يمل. الطبيب راهو زاد كي يغلط ما يقف مع حد، كي يغلط يتحاسب. واكبر دليل على هذا محمد الاخبار اللي موجود عندنا لهنا، فما طب وممرضين. فوالا خلينا ننقلوها الاخبار كما هو العنوان نتاع الاخبار. نعم. نعم. ايقاف 6 اطباء ممرضين في مستشفى الكاف على خلفيه وفاه رضيعه عند الولاده. هذا انا مش نعطي سبب، فما تحقيق ربما تحل. انا ساعه ضد انه الطبيب يقوم بمجهود ويتحاكم عليه الا اذا اثبتت انه النوايا نيه القتل موجوده. مش تحكي على الحاله هذه، انا مش تحكي على لا انا مش تحكي على الحاله هذه، انا نحكي اون جينيرال، هذا مانيش نعلق عليه لانه متهم تفتح فيه التحقيق مانيش انا مش نحكي عليه، اما نحكي انا اون جينيرال. الطبيب راهي مهنه ساميه ومهنه نبيله جدا شكون اللي زاد مش نحكيو على فلوس هالي. وطبيب يدخل فلوس من حقه يدخل فلوس، قرا على روحه وتخرج طبيب فلا عمره باش يقرا. لا انا نعطيك في الصور الكل حقه هذاك. حاجه اخرى في المؤسسه العموميه اش خلانا احنا نهربوا للبريفيو وللكلينيك على الكونفور على انه ما فماش صف وعلى انه السيرفيس رابيد. السيرفيس الرابيد ماهوش مسؤول عليه الطبيب. الطبيب اللي عدى عليك في الليتاتيك ربما في عديد الاحيان اصنع بلغتنا احنا بلغه الصنعه وبلغه الواحد الكومبيتونس اكثر تجربه واكثر خبره من الطبيب اللي في البريفي، وساعه ساعه هو بيدو يخدم في الليتاتيك عنده سوايع وعنده وقته يخدمه في البريفي. باهي خلينا نسمع باقي الزملاء محمد. دقيقه برك اقل من دقيقه نختم بها. الاشكال ماهوش في الكفاءه والصفوف، هذه اشكال اداري وتنظيمي ورؤيه الدوله واستراتيجيه الدوله ومنظومه بطاقه الشفاء ولا كارت لاباس نعطوها هنا لليوم وما عملولهاش البلاتفورم اللي تخدم عليها. سامحني علي اخر كلمه، الانسكريبسيون اديستونس اللي عملوها تقيد اديستونس باش تربح الوقت وما تشدش الصف عملوها هنا وما خدموهاش مازالوا ما طبقوهاش، ما ثماش لي كونديسيون لي مويان باش يطبقوها. فاش قام انت باش تدخل لي ديجيتاليزاسيون في مؤسسه مازال تخدم رعواني وبدائي؟ واضح جدا. نمشي معك محمد والله بدريت. هو حذامي تعقيبا على كلام محمد الهيشي. برافو محمد الهيشي، يعطي الصحه. تقريبا نفس الفكرة. محمد اوفى لا نفس الفكره انا محمد الهيشي، لكن السؤال خاصه محمد طرح نقطه مهمه جدا كي قال الطب ما عندهمش شكون يدافع عليهم. الطب نورمالمون هنا انا نتسائل وين عماده الاطباء؟
خاصة في موضوع الكيف، لأنه الدور الكبير فما نقابة، فما نقابة تحرك التعليم وعملت وقفات احتجاجية، يحكي على عمادة الأطباء. حاجة أخرى حذامي، وأنا كما قلت مانيش مش ندافع على الإطار الطبي ولا شبه الطبي في تونس، لكن نقطة مهمة، رأي الظروف اللي يخدم فيها الإطار الطبي وشبه الطبي في المستشفيات، رأي ظروف صعيبة 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 عبر زين محمد، الكل بلاصة فيها البيع والخير. أكيد أكيد الكل بلاصة فيها البيع والخير. به حاجة أخرى، نقطة مهمة جدا، علاش نغطيو في عين الشمس بالغربة؟ احنا كنا نعيشوا في تونس ونعرفوا كواليس شنو يصير فيها في تونس. بالنسبة للموضوع الصحة في تونس، رانا متوجهين نحو الصحة الخاصة من الصحة العمومية، الصحة التجارية كوميرسيال. الصحة محمد علي الكلمة، الصحة التجارية. نعرف انا نعيش في وقائع مع وقائع، ونعرف شنو يصير بالضبط. راهو فما طب تتعامل مع مستشفيات، تخدم في مستشفيات وتخدم في مساحات. كما دفعت على الطب قلت راهي ظروف المستشفيات صعيبه، لكن هنا نعيب عليهم يخدموا في مستشفيات ويخدموا في مساحات، يعملوا للمرضى نتاعهم، يوجههم من المستشفى للمساحه. بالله بالله تدوينة هذه نحب نرجم للتدوينة ثم نعطي الكلمه بسرعه بسرعه تنقرا التدوينة، لاني انا دفعت شويه على دفعت شوية حذامي على الإطار الطبي والشبه الطبي. كما قلت هذوما مواطنين أيضا ندافع عليهم، وهذه الغرب طبعا. الفيديو خلينا نوضحه للتوضيح، راه الفيديو هذا جانا من قبل مواطنين ونداء استغاثة، وأحنا طبعا لازمنا نعديه أول بأول أصوات المواطنين. نرجع معك في آخر مريم مفتاح، هذه معناتها تخرجت طبيبة، قالت في تدوينة لها: صحيح قريت طب وكملت وشديت شهادتي بنداية، أما ما زلت قلبي حارقني، ومنحب حتى منحب حتى حد يتعدى باللي تعديت به واللي تعديوا به برشا طلبة، كان مش كلهم من حق أولادنا ونخبة البلاد إنهم يقرأوا ويعملوا تربصات في ظروف أقل ما يقال عنها إنسانية. اليوم الطبيب الشاب اللي طالبين منه يهتم بصحة المرضى وهذا أغلب الخدمات في المستشفيات الجامعية ويسد في النقائص الكل، الشاب هذا ما هوش مضمن على صحته النفسية والجسدية، والضحايا ما زالوا يطيحوا كل يوم. هك علاش مشيت بالذمة لسوسة وشاركت في الاجتماع العام تاع منظمة الأطباء الشبان وقدمت المقترحات اللي راها ناجعة باش يتصلح الوضع. نتمنى واقع دراسة الطب يتبدل في تونس، نتمنى الطلبة متاعنا معاش يحلموا كل يوم باش يمشيوا يقراوا البرة حتى وكان يتلزوا يعاودوا من الأول، المهم يحقوا حلمتهم وفي نفس الوقت يحافظوا على كرامتهم النفسية. واضح جدا هذه التدوينة ربما متخرجة جديدة. آخر كلمة محمد، ربي ربما طبيبة انترن هذه خالتها وربي يطول في انفاسها وهي حياة ترزق، لكن فما طبيب آخر الموت ما خلتلوش الوقت باش يعبر على الظروف اللي يخدم فيها، اللي فقدناها طبيب الشاب اللي مات في لاسونسير في جندوبة، ما عطاتوش الموت، ما عطاتوش وقت، ما عطاتوش راحة باش يعبر على الظروف اللي يخدم فيها. هي محظوظة ربما محمد، هي الكفه ما توزنتش ما بين المواطن وما بين خطيه. المواطن ضحيه، ايوه الطبيب ضحيه، شكون اللي يتحمل المسؤوليه؟ دولة تحمل المسؤولية. دولة الدولة اليوم لازم تحكم في القطاع، الدولة ماهيش حاكمة في قطاع الصحة اليوم. محمد اليوم احنا قدام حاجتين، محمد يا طب شقول على مسؤوليتي، نقابات الصحة أضرت بالصحة في تونس. النقابات ككل ما خدمتش الجانب الصحي، ما خدمتش الجانب الصحي، خدمة الجانب الصحي. آخر كلمة، آخر كلمة محمد صالحي. شوف أنا باش نحاول بإيجاز نلخص الموضوع، احنا هنا محمد دريدي مانيش باش نتاكيو الطب، وكي تسمح الفرصة يعني دافع عليهم لما لا، لكن فما حاجات لازمها تتقال ولازمها توصل للراي العام، خاطر كيما فما الباهي كيما فما الخايب في المجالات الكل. باهي ميسالش نبدا لك بالباهي، انا باش تقول لي ما عندناش امكانيات، نقول لك عندنا امكانيات. كيفاش عندنا امكانيات؟ انا كانت لي زياره المستشفى القصاب في تونس يا محمد دريدي، كيفاش يعملوا سكانير في مستشفى القصاب؟ تعمل السكانير بتاعك بالوقت يطلع في شيء للطبيب في البيرو في الاورديناتور، مش بكم محمد. واش نقول لك؟ واش نقول لك؟ لا خليني نمشي لك، يسهل لك التكاليف يعني اقل. احنا الوغ كو لهنا مازلنا في مستشفياتنا تعمل سكانير، تمشي تصور، تستنى اكل ورقه هذيك المعتاده اللي مستنسين بها، تستناها بالنص ساعه والسبع دراج والساعه ولا حتى اكثر باش تخرجها. مازال ما عندناش الثقافه هذيك، علاش زعما غادي عندهم التطور الاعلامي هذيك تونس ولهنا ما عندناش. شوف حاجه اخرى، حاجه اخرى باش نكمل لك يا علي، هذه قلت لك حاجه بسيطه يعني في يعني حكينا على سكانير، باش نمشي لك للخايب الطب. انا زاد كيف صارت عليا، هزيت امي للسبيطار،
يا محمد يا دريدي، نستنى في الطبيب عندي فوق النص ساعة، والطبيب وين راه مش نتهم في الطب من هنا الطبيب وين الطب نتهم صدقني نسهل عليه، الطبيب وين اقسم بالله واقف قدامي فوق السبعة دراج وانا ما في باليش اللي هذاك الطبيب وهذيك المساعدة باهي خلينا نسكر القوس هذا نتاع المستشفيات خاطر عندنا عدد المواضيع الشباب جيست تكملوا حذامي ما تضيعليش جيست دقيقة خبرك عليا في اي في كان كمل كمل باه الطبيب وين يا محمد دريدي، الطبيب واقف يعمل في اكسبريس وفوق الأربعين مريض قاعد يستنى فيه ممكن يعني هذا الحال نفسه اللي شفناه في الفيديو هذا الطبيب هذاك قبل محمد شوفوا قداش عامل نجم محمد احنا كلنا نعرفوا اللي حتى قبل ما يدخل يعدي على الطب نتاعو اي فوالا حتى يبداو الصباح يقعد يستنى في اي قطاع فما تجاوزات وفما دخانات طبيعه اي بالطبيعه انا مش نحكي على الدخانات فقط طبيب فما برشا طب يخدموا في سبيطارات عموميه وقت اللي يجي مريض ايرجون مرض معناتها ما كانش يعطيه رونديفو نتاع جمعه يعطيه تاع خمسه شهور باش يعمل سكانير يعطيه سكانير ولا اي هذوما بالحق هو الغايه هو يا محمد خاطر يخدم مع كلينيك فلاني بالله نقطه اخيره يعني خاطر عنده كابيني في وسط السبيطار العمومي انا مشيت عديت توقفت نعدي على بابا حاجاكم حاجه الساده المستمعين جيت وجلته هو فوق الكرسي وكلم مشيت قيدت له وكل قال لي ساعه برمشي قيد مش طبيب مشيت قيدت في الليل هذه ما حكيت ماضي ساعه نتاع الليل هزيت كي مشيت باش نقيد بتاع طبيب قيدته بقيت نستنى نويه هو في جلطه ممكن حكيت ساعه غير ربع هو فوق الكرسي ساعه غير ربع كلمت الفرمليق هذيك قلت لها الطبيب فنو وقت يا تو يجي يا تو يجي مشيت دخلت للشومبر نتاع الطبيب نقاي تفرج في ماتش نتاع الترجي والاهلي اللي عندها حكيت استهزيت شكون رسخها شكون رسخها كلمني الشرطه كلمني الشرطه توقفت انا موقف المركز وبابا مجنود تثبيت شفت هذه انا موجه كلامي للفئه نتاع الطب هذوما الدخلاء المستهترين مستهترين هم مش دخلاء مستهترين ثقافه اللامبالاه هذه شكون زرعها يا رسول الله ما هي ثم مؤسسه وعندها نواميس تنظمها وعندها قوانينها وعندها قانون الداخلي وقانون العام وغيره وغيره اما في اي انت بربي سامحني انا مش نطرح سؤال انا مش نوفى بسؤال هل يعقل دوله تحترم نفسها تجي تراس مدير سبيطار محلي يا خويا ما نحكيوش على الجهه وغيره ماهوش طبيب انا اليوم كي عندي طبيب مش قاعد يقوم بواجبه على انا كيفاش باش نقيمه انا مديره انا عارفه الاداري انا كيفاش باش نقيم الطبيب هذايا اليوم طبيبه تداوي تخرج الدور في ثلاثه مناطق ريفيه معناها في ثلاثه عمادات في نفس النهار شو لازمها تعمل؟ لازمها هذيك ساعة نهار تجيهم ونهار ما تجيهمش، وطبيب عندنا كي قلت أنا في مرة في بوفيش قلت طبيب بالرؤية في القرية اللي نسكن فيها. حتى في تكلسة زاد اليوم بالرؤية نفس الموضوع. هذا شو يعملوه؟ الطبيب يدخل في أساليب ملتوية باش ينقصوا عليه الشارج، الطبيب اللي يلقاوه خدام يعدي على ثلاثة أو أربعة أو خمسة عمادات في يدورهم زوج عليه تلخيص هذا يدورهم على الريف يدورهم مهمتهمش راهو انا اليوم في دوله تحترم نفسها محمد دقيقه دوله تحترم نفسها ما تحطش على راس مؤسسه طبيه ماهوش طبيب واضح جدا نغلق القوس اخيره حذيمي بالله كلمه اخيره ما نجموش من نتعداو عليها مرور الكرام زاد شنو معناها انا فسر لي كوزاره الصحه 2023 وبالتطورات اللي عندنا هذه كل انت تمشي وين التطورات اللي عندنا احنا برك حذيمي انت تمشي تعدي ليومنا هذا ونحط ونتراهنوا عليها تمشي هاو سيونفيل نتاع نابل تمشي تعدي ليومنا هذا تمشي تسجل يا علي المديني على بعد 200 ولا 300 متر بس تسجل وباش تقيد وبعد ترجع للطبيب يعني سبحان الله ما فماش بيسيات ما فماش بيروات ساعات يبدا عبد مجوع عبد اهله كما عليه بالحق يحكي بكل حرقه على الحكايه على رابور الكثافه السكانيه نتاعنا وفي العشريه الساعه اللي تعديت واللي قبلها عشريتين ولا ثلاثه ما فماش حتى انجازات نتاع مشاريع نتاع سبيطارات زادت معنا يعني هو الحقيقه الموضوع هذا الموضوع الصحه ككل اذا كان نقعدوا الغدوه ما نكملوش لكن احنا عطينا لمحه بالخير عطينا لمحه الشيء بعد اللي قلتوه يتحفظ اما لا ولا اسمع اجي نقول لك انا كلمه برك حبيت نقولها اللي جاي قلب ايجيس لا مسلش اللي ريتوه انتم لهنا تو في الفيديو هذا واحد برك ظاهر اللي لازمنا نعرفوا اللي عندنا ولايات في تونس داخليه وجهات مش حتى وجهات معينه نحن اون فيت كي نحكي على شمال الغربي مثال
شمال غربي ريت اللي تشوف فيه هذا نشوف فيه كل يوم. اي شمال غربي موجود فهمت شنو يمكن هذا صار مره لهنا. لا مش مره يوميا علاش عباد يصير يوميا لكن يصير بنسبه كبيره برشا في برشا ولايات اخرى. في الشمال الغربي فما الناس احنا هنا نسميو ربي يرحمنا خاطر فما ناس في الشمال الغربي ما عندهاش مستشفيات بالضبط ولا تصير لوكا يهبط ب 50 و60 و80 بالضبط ما بإجازتك بإجازتك حلوة بالحق باش يوصل للبلاد. باهي باهي كان هذا اخر موضوع في شيء نطق الحقيقه الباقي المواضيع مازلنا يا محمد اش بيكم نضربوا شويه جعد ولا شو مازلنا ما وصل الحصه نرجعوا معاك انت محمد على الكل. اي باش نرجعوا في سبور تايم شوي اخر مع محمد الدريدي ما عادش نجم نعطي حتى واحد فيكم كلمه ولكن باش نعطي الميكرو لحمزه باش نعطي الميكرو شوي في انتظار قرار الكاف لجنه التحكيم فوالا انا قاعدين نستناو طبعا احلام زميته هي الحقيقه اللي اختارت الغناية باش نسمعوها من بعد. باهي احلام ابقى ساهره للغناية احلام خاطر قاعده تسمع فينا توا ابقى ساهره واسمع ما يسالش يلا مازلنا موصلين معاكم المشوار حتى العشره نتاع الليله. Top FM.